مساء الخير في اللونسة دي الفرسية إلى نييت ونخصيت باش نثلاي تثلايين في الحوار في الوسطة كل ما تيتخصان في غوسوين المشاورات أنو ثلاية ساعة تربع تغنو تأن الهيئة ذو الوسطة من لا ساعة أنا يحترق أنا نخذي دي البلاطو كل سكس الماد دي العلوم الإعلام والاتصال إدوسين سيز دويثن نسكي كدا ما سنبي الحوار مرحبا يسكسا الزول مساء الخير كذا انا ميك تنقل تولت مساء ما في العرض تاعي الزولي مساء الخير الاستاذ احمد رباش مرحبا بك ثاني اذا ثاني اسلمات سي زداويث نتزاير اسلمات ديال القانون مس احمد رباش مرحبا بك سا مساء الخير في الاول مساء الخير اي 38 ان شاء الله انني والق لنا نصلحنا مرت ان شاء الله انو ثلاي ساي قران وين ديهم هذه البلاطو باش نروح انو ثلاي في الدور نتو ثلاي في الدور المشاورات في الدور يتخصان تثلايين باش نروح انو ثلاي في تربع ثغناوث ان الحوار انو ثلاي في الدور النس ديهم مكشا باش تقوم باش انو ثلاي في نروح غل التفرانيين نروح غل الامور الى بذهم انت المصلحه تمور تنخ وتهم بالدرجه تمزوروث يعني الشعب الجزائري وكل من يلا انني بلي تربحتيها ما تغناو ثقيم المده نسن ويورن وانت توجد باش الدري استوريق تنقروث يتخصان اكدود الجزائري يتخصان الامور تمثالت نثمر تنخ باش تريزيس الروح نثلي يعني في كم نيودان قلان شارك دين وحطرا لي تربحتيها ما مسنا الروح الصا نثلي في الدور للهيئه ذا دور ممكن تسيغ القرار عن توريق يتهمان ثمور تنخصا ما تخدينيش رأيينك ذي الهيئة للوساطة هذا الحوار بالنسبة تثلاث في قضية الحوار في تثلاث المرحلة كل لازم أنه تثلاث قلان ذي الخير قلان تسيزاق راي قلان ذي صلاح ثمور ذي صلاح الشعب إميرا بلا ما نولا غلنا إميرا الهيئة يا يسيد باش تسرس أول قلان يطالب ديس الشعب باش ترعى أول قلان يخسي الشعب مكش نقارن شنين الوسيط إذن هو أول الشعب باش نجسد أول نجسد الخطوة هيا دي المشروع قلان انه قريس ان شاء الله وانه هنا في الحل ان شاء الله اي الازمه يا قلنا تاع شديس الجزائر طيا دي المدين شهرين سلاي الى باس الجهات الوسطاء الاحزاب الاساتذه مختلف الاطياف كل شاركن دي الحواريه سكسن متى يخص الشعب وانو غير ان شاء الله دي تورقية قلان حتى انو غير يستغل البر الامان ان شاء الله إنيد الهيئة تربعتي انا الحوار الهيئة يعني ذي المدة شهرين وتناقش لبس نيوذان 23 كبارن كبرن سياسيا و 5670 سي يعني مختلف متين خلفين سي المجتمع النغ يعني سواء ذي مسناون سواء ذي دماون سواء يعني شك ها مسلمات ذي زداويت وكذا ممك استرعيد دورنس يعني يلا يعرف الناس يلا تغوسه قلن سهل تغوسه قلن تقدر تنجم التوقير الزات لن تلبس العراقيل اكيد لن لبس العراقيل باش تسرس باش تسرس الهيئه يا باش تسرس النقاط يا قلان عندنا تروح يسن غل الحل غل الازمه دي سهلش في الناس الحال ولا اكيد لن صعوبات لن العراقيل قلان توجهن دي المدفين شهرين يا قلان تشاور دي الاطياف المجتمع اميرا تقد صدق المرحلة قلان تلقى ديس التقرير يا ان شاء الله هذه وقير ان شاء الله غلب الحل قلان هذه يرضي يرضى الشعب وهذه اغنيه وهذه ويثمر ان شاء الله غير الخير ان شاء الله
تنمرتنك استاذ نبيل نعدى غل لو سقسينك ماس احمد رباج انيني شكراينك ذي الهيئه كهيئه ذو غير القانوني قلن انت ذو ماس نسني يورنا يهما متى الامور قلن تعدى في اللاسنت كم متى الهيئه يهما متى لا الهيئه اي قاشني ذي الهيئه ذي سريزنك الحكامه ان الجزائر ذي سريزن ذي سريز الخالات في حلول ذي الفحلاث قلن بعد نقاشني في وسط نجاد الوذان كل الجزائريين كل باش سواء متى ادرس من وكتب المطالب بالصح مغف خطش لا يطني غرس المطالب السياسيه ولا يطني الصنف انت تسمى باتسل اتسل كل اتسل اللي جاني نقاش الشبيبه اتسل يقشيشن يقشيشين اتسل لي الخالات اتسل لي ريازن اتسل الشباب قال ذي الولايات كل اتسل وخطش الاراء واش غرس الاراء انت تحاول تقرب جراسنا راندي نقاشني الراي ذينا تحاول تقرب جراسنا وتسري فونكاروتو تسري الراي قلان ذان ماسا قلان بيفائك قاشني اي جمع الجزائريين الكل هاني واحد ويروحون باش هذا سواء الانتخابات الرئاسيه اللجنه ثاي تنجح فعلا يعني بغض النظر انك قاشني ديس النواقص وثاني عادي نشقاشني الانسان دائما ديس غاوسين وكحلات وذاك اللي غاوسين لكن تبنيت غرس غاوس هذا نجح ديس انه ياخذ شني مجموعه من الطالب انك مثلا لازم نروح للانتخابات الرئاسيه هناك ولاش الفتره الانتقاليه لي امور الفتره الانتقاليه بالعكس بتطول وبدي يصير لنا انقسامات وعاد وقت كل بتجبث ما وتجبث ما لا قدر الله تم امزقنا امور ومزقنا المؤسسات وثيت لي امور بالعكس ثي وصل الغوصه لازم نروح للرئاسيه لازم نروح الرئاسيات باش تخبر الرئيس في غوصه مزوره قال له صلي يصغر اللجنه هو صلي يصغر ما يفسح الحوار وتسي حقي انت بالعكس عجبني ذي غوصه اللجنه ذي روح قال لك يا بار ما كيقارش الشمي يا بار نقرا الحزابي روح غير صغر غل المقرة تنسن روح غير الجمعيات روح غير حتى غير الشخصيات اللي تدار نسن وكذا وشاخي نسن ومتى كذا وكثبن وغوصه الحلة وانت خدمة ذي خصي عند المجموعه طالبه غوصه مزوره باللي لازم نروح الرئاسيات ولاش ليس الفتره الانتقاليه بالعكس بني في غابسي وين قال له الحلي نشني لازم نروح للرئاسيه نسوى الرئيس هلا ثاني قال من ذن لازم ان 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 نزل بس الرئاسيات هلا ثاني قال مثلا الحكم ثم بدوي لازم كان اذا ثاني مجموعه من الطالب لازم ان نحقق الحمد لله وسترقد في الله خسرقد متى سترقد القوانين شنو اسمه ذاك قاشني قال القانون ما يقال مشروعين قانونيين القانون مزوارو قرنس قانون مزوار وقلن بتي القانون تعديل القانون الانتخابات وثانية قلن بتي الهيئة الوطنية للتنسيق والتنظيم قرنس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطة اللي غوصيه القانونية خاطرش ما غف لوق باش لازم نسوي الثقة ولا الثقة ان شاء الله الثقة لازم نسوي الثقة خاطرش ثا يا مور ثاي امور ثانية رجزني في حلول ذا الخلاف في حلول امور ثاي لازم نسوي القوانين باش نسوي الانتخابات حلا سامحي استاذ ثاي لوق نتث المبدئين الثقة انت شي قرنك الهيئه هذا وتين تثق لان تغوسات بتنص تنسلحق يودان يعني يسوى الغروس ومقران سوى مزانة أسنيني لازم أدي لي ثقة أتبنان في ثقة باش أضروح الحوار وتين تات ممك الهيئة ممك تخدم باش يعني تسلحق الجنبي يودان اسم انت سوايني الحقيقه سوايني قاشني لا غي وذن كل ذزس كل براثين وكل الناس نشري المسعين والمسعين نيث الخير وبغي خير ويتغوص ونبغي له المناصب ونبغي بان ولاد الرياس في اللون ونبغي تغوصه نبغى امور ثتري سي غوصه تنجح امور تنجح وامور تسوى الحل لي مورثنز نشني ذا رانا نتزاير ما كيما اذا رانا نتزاير انا ملقى ونشاخ ونحكى كلش ما تغرك وثلاث سري تقول نقول لهم كل ونكتب كلش ما تينا ونناقش ديس ما قلنا لنا الناس غير الحل قلنا نقاشني الحل الناس الحل الوسط الحل قلنا بيجمعوا ذا الكل وانت الحل ولاش الحليط الا روغ الصندوق ولاش الحليط ما غطاني كديبن مره غير نخبر روح بنسوى الرئيس روح للصندوق ولاش وطر كل بطايه هي نخبه واللي خنجر الرئيس في اللون بغيتها تولي في الرئيس في اللون الا وصندوق الا وصندوق تروح ترشح زاد الشعب الجزائري وسيني خانش باللي غير المشروع وتسوى الحمله الانتخابيه وجات الانتخابات ديال الشعب قالوا حبر قثني ما قال لي بغاش وما قال لي بغي شي سوا ويط وانت الاخذ اخدم وانت الخدمه تنظيف اما كل بطايه بغا يني نشوف اللي خذ الرئيس بلا يا صندوق في حد لو تبغيت نقطه تسوى هامه نش ثانيه ثانيه ذيني قبل لي غير الراي ثاني وين ما ثاني
غرانس يسمى ثي بعض اللي شذي أي قرصني بين أنا بتامور ثنخ بالعكس ثي هو أحد بالتساوى وطيلاش خص الشرعية بس حا صندوق بدي ويز الرئيس قلنا غص الشرعية الرئيس قلنا ينتخب الشعب الرئيس قلنا يسيد في صندوق الصح صندوق من بلا تزوير لوق الحمد لله سواء القوانين لوق هذا أسا وزير العدل السنزرة وزير العدل غنى صناط هكذا وزير العدل باش يعرف في القوانين ذي الشعب الوطني مس الأمة وإن شاء الله هذا صوت في اللاسن والدريين وسواء وبدنا نطبق في اللاسن وغلا طبقنا إن شاء الله هاتي الانتخابات إن شاء الله النزيه. سمحي أستاذ قبل ما نثلي في التقرير قلت مديث إذا ربعت إن الحوار تثلي ذي المشاورات تغناوت قبل ما تثلي أن روح نزر الفيتياري لأن يتيل أنغماس عبد الرحمن شبح ودنولا سيلو هيمن سني قار النغل شهار هلا ثربات أغناوت نتلماس ذو محاور هتشات فوكنين لاريا نمور نجملي من يسرق لاريا يذي ثوريق تانقاروثة السيغسن الحد إسلويث نتمورث من يوكذ كريم يونس وذين ندوثيان تنغماس باللي الهيئة ثيث فرح سي ثوريق ثيم موشن الله شهين على التزامنا وإخلاصنا وكل ضمائر حية في هذه المحاولة والمحفوفة بالمخاطر من أجل فتح مجال للحكمة والحوار خدمة لمصالح العليا للشعب والبلاد. قدمنا اليوم لرئيس الدولة في هذه الصبيحة تقريرا عن المشاورات التي تمت بين مختلف الفاعلين. التفاؤل تاعنا جاء نتيجة رد فعل رئيس الدولة تجاوب مع التقرير الملخص الذي قدمناه حول الوثيقة اللي قدمناها قلنا له باختصار الأفكار أو المشروطيات الأساسية اللي مطروحة من طرف المجتمع المدني والطبقة السياسية شفنا تفاعل الدولاري وترو أكتيفيتي مع الأطروحة تاعنا أمور مقرن نسقسيون نغماس اللان في مات ديوسين ذي ثوريق ثيهان قاروث مبريد تلماس ذو محاور من يتنقي الطايا إلا يوكذ باللي الهيئة ثايا هجر من نوث لاريا أدير قنسيث غيميين أم محاور وسقنا فزراب ذو سرسين تربعت أني أصلت ذا غناوث إلا نوحل سن تفرانين ذو بدل ذي القانون عضوي يقن نغر ثيكلين تفرانين يا إعداد هذا القانونين ماهوش حنا رحنا بورقة بيضاء ما حناش حنا اللي رحنا استمعنا كاين أحزاب اللي قدمت قوانين كاملة حتى من تأشيرات إلى آخر مادة إذا فأخذنا بكذا والمقترحات إلى آخره ودوننا ما قاله الناس واختتمناها البارح لكن حضرته جبنا أكثر من 15 جامعة جزائرية من الشرق والغرب والجنوب وكذا كل المناطق وجاوا هنا كلهم متخصصون وهناك أساتذة لمتخصصين في النظام الانتخابي كلهم قالوا هذه ثورة حقيقية ما كنا نحلم أنه تحدث ضمانات قانونية من هذه الضمانات سلطة مستقلة تنظم كل انتخابات من بداية البطاقية الوطنية تنظيم تسيير البطاقية الوطنية إلى إعلان النتائج ذقم لقيا يذنين غماس ناديلين سوريفن ترباح نتلمس لمحاور يبدان ذي 25 يوليو زيعدان أوضن طارو سوريفان قارو ماني ذي الجوالة ثايا هرز من بيبان سي 23 نيكا بارن 5670 نيم شاركين سي من نوت نيم ورنو جملي وقبانا ذي الحراك نيوذان أدنو لا يقرن وان ذي غلب لاتو يقرن نيس المدني يقرن نخن ولا غرك مس أحمد رباش أنو ثلاي متن هنتي ضمانات إلا مكشان زرا تقريري هما وثوريقتي ضمانات قلين ثبت في اللاسن تربعتنا الهيئة باش تصيغ ثورق ثقلت قدمتي يوصل وين الدولت هلا غوصت أن ثلاق قبل غا سوى القوانين مش هذين شلي متل غا نتنظيم الانتخابات إلا غا نتنظيم الانتخابات إلا غوصت في نقاش نبطاني تمامش تنظيم الانتخابات قال لنا يتمول الانتخابات وقال لنا تعين النقاش المسؤول المراكز الانتخابيه ذا رؤساء المكاتب الانتخابيه تعينه وزاره الداخليه وزاره العدل ويسمى الاداره هلا الاداره النقاش واداره الدخل ديسن تعين ما كاين النقاش تعين الحباب نس وذا يخسر الانتخابات الانتخابات ثري انت خسرت وحتى والشعب ولا يكرر الانتخابات اذا ولا وسوى اللجنه سوى الاشراف برك النقاش الاشراف تقال برك خايك من الاداره الخدمه خدمه مزدان يعني اسمها حتى خدم من الاداره حتى اللجنه حتى تخص سنتها قلبت تسوى ذا قال لهم بعد الانتخابات غنى اخترتي ما تيسرا يسرا نقاشني نجمع كلش
التنظيم ذا الإشراف الرقابة أجمعني تشدر الهيئة قرنص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطة الوطنية يستمان تثبت بتختص جميع العمليات الانتخابية سقوان دي غاد يسا يبدا الاستدعاء الهيئة الناخبة غل على النتائج الأولية يعني في كل المرحلة يكل انت تقلب تخدم البطاقات الانتخابية وتوزع في الناخبين يعني وقلب يسوى بغي انت الاخر بيسوى البطاقة الناخبين وتروح يشغل البلدية بيروغ السلطة الوطنية مستقل الانتخابات وقلب يسجل غنب قلبها نشطب سي القائمة غنب نسوى القائمة الانتخابية القائمة الانتخابية هي قارسين ذي البلدية كل بلدية غرس القائمة ليس العبادة قلب انتخبنا كل الانتخاب شديد زايد 18 سنة ثلاث كل قلب 18 سنة ثلاث غرس الحق انتخاب انسوى الليستة ذيس القائمة ذيس الاسماء والعباد ومن بعد البطاقية الوطنية متى البطاقية الوطنية يعني المجموع البلدية 1541 بلدية ثيت ولا البطاقية الوطنية بكلمتها هلا كل تبع الوزارة الداخلية لو قنكسيت سي وزارة الداخلية بتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انت تبغى تخلب وزيد زيادة انت تقلب تعين رؤساء المكاتب الانتخابية وانت تقلب تعين رؤساء المراكز الانتخابية اسمها بكري من هو اللي تقل تقل تقيت الوالي والوالي تابع الوزارة الداخلية والوزارة الداخلية يحكم ذي الوالي اسمها ذي بعضهم لو قلا لا لو قياي قلنا بتسوي الهيئة وحدس اسمها بتسوي انت تقلب بتسوي المراكز الانتخابية وقل المسؤولين في اللاسن وبتسوي الشروط وقلنا غرسني المواصفات انزنا قلنا تميز الحياد النزاهة هذيك الكفاءة ماش غير واحد بركو سرس وغوصة هما غاوسة أنه الميزانية بشري الميزانية تجي وزارة المالية للحكومة باش تحكم العملية الانتخابية لو قلنا لا الميزانية الانتخابات ثبت تحكمية السلطة الوطنية مستقلة الانتخابات يعني شوف متى الخلاصة يعني نكس وزارة العدل ونكس وزارة الداخلية ونكس وزارة المالية نكسين وزارة الخارجية نكسين كل شيء بعديها تمر بعديها تامة ولاش غرست العلاقة ذي الانتخابات هو السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات انت قلت تختص كلش والسلطة الوطنية بالذات من قارشين السيس استدعى الانتخاب السمزور وغير استدعى رئيس الدولة الانتخاب أن دغي على النتائج الأولية النتائج الأولية قال مثلا قال النتيجة الأولية فلان 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 ذكر غير ترتيب نزن ومن بعد ديس قدين مجلس الدستوري على النتيجه النهائيه تنتثى قال لنا غوصه اختفي غوصه تجديد تم قران دص يعني تم قران واش نتو ثلايبرك تم قران دص وزيد غوصه الهيئه قال لنا تسوى القانون الاخترثاي بشري تعيين الدوله لو قلناش التعيين لو كل الانتخاب لو القضاة انتخب اسم القضاة انتخب ربع الزيسن سو صندوق اسم يطن ترشحن ودسن يطن انتخب المحامين النقابة المحامين انتخب سن ويمثقن انتخب سن والمحضرين القضائيين انتخب سن والأسد الجمعي انتخب 10 والمجتمع المدني انتخب 20 والشخصيات الوطنية انتخب 3 والنقابة المهنية انتخب 5 اسم كلش متى هذه سن 50 المجلس الهيئة هذه 50 كلش الانتخاب رئيس الهيئة بشري الذي عاد العصابة لن تعينيه رئيس الجمهورية يتعينيه لو قلاش تعيني لو رئيس الهيئة سأل السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات هذا يس الانتخاب إذن كلش سو صندوق ثاني مرتك أستاذ أنا عدا ثاني غيرك أستاذ نبيل أنت غنتينيت يعني في ممك تخدم الهيئة باش تصيغ توريق ثنسة قلت مديتو سلوينة باش نكمل ديش ياخذ من الهيئة بالأستاذ ما قال هي أمة تذكى في طبقيث تمللت السكسديس المطالب الاقتراحات كلان سيل الإرادة الشعب الشعب متى يخص الانتخابات التالي انتخاب نزيهة انتخابات حرة وتنظمية الجيت كلان التالي تنظيف إفاس ننسن انضيفن إميرا ما تديو سيني تبقيتها أهم شيء وسين باللي أنك هيئة مستقلة للانتخابات كشي سمت الأستاذ أنت اللي متخصص دي القانون يفصل دي الأمرايا يسيد باللي النقد المستقلة يعني أن الهيئة الوطنية لأمر الانتخابات وأن عدل دي قانون الانتخابات دايا أهم شيء نشنين الشعب زيك إلا يتنتقد دي قانون الانتخابات وتنتقد دي الهيئة قلان تسير الانتخابات إميرا إلا القانون ده جديد وثلا الهيئة تجديد مدام ديس الهيئة التجديد وديس قانون الانتخابات تجديد سلبون ودقلان تصيغ تصيغ إلقاز القانون ندي متخصصن القانون إذن يتم دوايا ذا سوريف أمزوارو للحل مدام نحقق الشيئية إن شاء الله دي ذا سوريف أمزوارو ونحقق إن شاء الله
الأسوريف يدي قورن ونروح إن شاء الله غالحل إن شاء الله قلان ريلي ديس الخير إن شاء الله ونولي منتخب ماذا قلع ديس يتحقق الشرطية والهيئة تقرر باللي نجسد الشرطية لتعديل قانون الانتخابات ونقل هيئة مستقلة للمراقبة والتنظيم والإشراف على الانتخابات. وثيها ما سيسي هما ممك نزرع منسقنا للهيئة كريم يونس مس كريم يوشث ثوريق ثي يوس الوين دولت من ينزرع سلوين ندولت مس عبد القادر بن صالح يكل فيه باش يعين الأعضاء من اللجنة لمراقبة الانتخابات ممك تيني ذاش كذي ثوريق ثايا ثوفا الصدى يحلاغ المسؤول رئيس الدولة إذن مرا باش الهيئه هي تروح للسوري في ديغورن واللجنه هي قال لهم كشينا الاستاذ ديال الناس القضاه المحامين الاطياف المجتمع قال لهم النزهاء والسوغيرن ان شاء الله الانتخابات هي نفس سقسية سعدي غي الأستاذ أحمد نزرع أسلوي ندولة مس عبد القادر بن صالح يشع الناس يمنسق للهيئة الناس شك قوم خيارات الاعضاء ممك خط اسم انت تلقى خطش انت الهيئه غلق ما القانون غلى دري القانون الهيئه انقاش نلعب هذا نزولاش لازم ويط لازم ويط يشرف باش تنصب اسم لوك كريم يوس دورنس باش هي خطش ما تقدرش القضاة ما يبان تخ من الرواح نسن والمحامي ما يبان تخ بموت الزيس نغنسن لازم ديما ويط اللي لازم ويط يلي هذه المرثه مزوله تبارك المرثه مزوله لازم ويط اسم انت قلن باش يتصل يسن باش هذه الحركه خطش ما تقدرش الحركه محسن لازم ويط يتحرك يسن باش هذا سوى الانتخابات وهذا عين الكل وطا عين كيقاشني وقت الزيسن ما كيما كي العدد مثلا كيقاشني الاستاذ الجامعيين 10 لازم 10 الزيسن ما تقدرش حسن هذا الحركه وحسن لازم ويطي في الناس نيني يتصل يسن باش الحركه نسوا 10 باش القدين بعد ديال جهه نجمل والقدين انت هذا اجتماع 50 كامل اجتماع واذا انت قبل الرئيس نسن تنتثلو خطاش انت المرحله الثانيه مزاروت تطلبها ما دائما لانه غوصه وغوصه ولاش هذاك غوصه ولاش اذا الناس نسوا غوصه الاستثناء ما كي غادي يديروا عندك سيهما ان عدا نروح نصر ممك يستقبل اسلوي اسلوي ندولة مس عبد القادر بن صالح يستقبل كريم يونس ويشست وريق للهيئه نروح نصر انه اسلوي سيهما ممك يستقبل اعضاء يروح يلقى المجلس الى مديس كل ينغلافن ايلا وباش تصدق في القوانين ويا تنصر ذي وريق تقلني كيت انغماس عبد الرحمن شباح يبداو قانونين غلافنا بريد الخدمة النص وسنيف ومشروع مزوار والقانون عضوي قنغ السلطة غناوث إلا نوح حسن تفرانين يستغيث ونغلافنا العدل حافظ الأختام أمشروعي مزوار أن القانون يا عضوي يخصى ذي وضغر وسرسين السلطة غناوث نوح حسن تفرانين وقمو قنف بريد لاريا يموشن صغر الهيثة غناوث ممحاور ذو الوساط وديوسين ورن مبريد ممحاور يموغن إذ نيكا بارن نسياس تذو ذماوني غناوان ذي مثلن فجملي هم كذي يقوم مشروعي مزورون القانون عضوين سلطة غناوث وسيجد ويقاين تفرانين أذيوش الخدمة يومان في تنمهالت من يتيلي الخدمة نسا تكفل سويقاي الخدمة كل تفرانين وذي بدن سقو لاغي نيوذان أذي انتخبن غروسنا عثني غرقين نتائج هين قورا وفي الجلة الموية ذي اللي في سلطة غناوث وسيجد تفرانين مسؤولي ثم الطافن طوريقين تفرانين ذو سيجد الخدمة كل يقنن غرسنت وقجينا توسرسنت 40 تفرانين سدون الرأي الهيئة ثايا إلا نتيلي غرس هانية الخدمة وسرقي النتائج هي وقتيين تفرانين ذو مكان تنمهال تنذخل الهيئة ثايا الخدمة النسلة ذاف ذي ثمورثك والوياسي ثغمار النس ذي الولايات ذي البلديات ذي الدوائر تفرانين أرني غرسي جزائريين تدرن برا وفي الجلتو سوغورين ستي لغل هيئة ثايا الميزانية وحدة من يتسجل الميزانية تفرانين ذو نفذ النس أم شتي لغل ثنمهال تبضان ذو سوغوري ذو الخدمة النس ذو القانون يوذانا تستخدما يوذانا ذي لين ذي السلطة غناوث يبضان وسجل تفرانين القوم من السرسن القانون تيباني ثايا هثرارث وفي بريدو خيري حلان العضوات النس مثلا وجملي ذي مورنية ذو الخدمة ذو الجواج ذي يتعاون العدالة إلا نهتبدا في تفرانين ذو النظرة سقغر يشتو في الجلت المبداية ذو سرسية مزوارون الهيئة ثايا أذي يلي وذ مبانن وقبلا يوذان من يستواوش الخدمة وسرسين الهيئة ثايا من يتفى الخدمة الناس سو كمل وسرسين الناس أبريد خير العضوات الهيئة ثايا ذي يلي في متى يلزمن وبعد العضوات ثايا أم كذي يلي ذي الحق العضوات الناس الخدمة الصلاحية ثايا الرمان إلا أن يشاسنتو مشروع أم زوارون القانون عضوي ذي قمورن كلهم بريد تفرانين
وذكوالن سورنو سنيوس قاموا في مشروع القانون يعضو يوكذو سلوين الدولة مسعود القادر بن صالح بلي السلطة يهغناو ثلاث الساسي بانان إما تخسن يوذان يترنسو بريد اللامان فو بدلون بريد مطاف وذي بدن افتقيدة هثرارين وذي الصناعة بعد الشفافية ذي العدلان وفقد خصاني مورن سرثيثة ذي ليو سرسين ترسال هثرارين وذي قمنا السجن ثفرانين تزدقين التليف بريد ديمقراطي في الجنة المتجين يوذان أذينين أولا سن سي الحرية ذي الاستشارة تفرانين أدي قرنوس الوين تمورث والسيدين أبايون بريد الزاث نغامر أذي يوذان يتلغن غرس أسلوين الدولت يوفى الفرزتايا ولاغين تغمار نتسرثي ذي مثل نجملي ذوذ موني غناون بشاذ كملنا محاور ومشاور في الجلت والسرسين الهيئة ثايا يبضان أمشي لاذق مشروع مزورون قانون عضوي من ينا بلي أبريدا يهمنا ذي جذي الوقت إحلان ذي لي ويقاين تفرانين نتسلويت وذي قومن وحدس باش تسرق ثامور سي الحال تذك ثلا ذو بعد في الفراغ الدستوري ذو الدورين الدولت وفي الجلت مايو شو سلوين الدولت الرأي الحكومة في الجلت السرسين التويلات كل الزمن ذي المعاونات كل سدو فوس نصولت ثايا يبضان هثرارت باش تطوض غل استشارة تفرانين ذي قورن ذي الحوال إحلان أدنو لا يقرن وين ممكن زرع ثوريق تقلني جيت نغمس يقرن نخن وزلا يعني وينتا ممكن يزرب ويروح يقى ثم أي ملاي مقرن نغلف ينغلفين بش الدرسن وضعية على خطر ثمرة النخ تتدرس السنة هما الروح يقدش بذولا نذقران يوذن بذولا نذخدمين يعني ذي الفترة تقلن لازم دي سن زرب ذي كلش بش الروح قلت فرانين بش ننظم الأمور النخ ونسميس كل متيلان من تخثيني تسألق في ممكن جان سلوي ندول تمس عبد القادر بن صالح غي ميتيهم قرن انغلفن الحق ذي قوسين قاشني لازم نروح للانتخابات الرئاسيه ما غبر نروح للانتخابات الرئاسيه ندغ نقيم همه مرتبه نسخسر شنو يدير يزن في حلول والخلث في فحلان غير اخي قشيشين داير يزن الخلث وقشيشين ثاني في الفحلات امور ثي غير سير يزن الصح تحملنا مورثنسن بغانا مورثنسن دائما يتقيم دائما تنوار دائما تنوار ودائما تقدر ودائما غير تصحر وماش ذي كلش لازم تيلي المدرسه تحلى الجامعه تحلى الطبيب يحلى المسبيطار يحلى اذا شني غير الحالي شني لازم الحالي لازم نروح للانتخابات الرئاسيه رئيس الدوله وندي بلاقا انت قاشني الكريم يونس اللجنه تكباني تنس اسم الحكومة تجتمع لخطاش القانون الدستوري قرص لازم غير تعاد غير المشاريع القوانين لازم تعدي في تأتي في مجلس الوزراء باش يقول مجلس الوزراء لازم يثير أس رئيس الدولة باش درس القوانين وفر لسا صادقا باش نقدم الدرس الإحالة غير البرلمان اسمها ثاي الغاو ساي ثاي لازم أس لو قلت شني لو أضيفة متخين شني ما تنقر غاو ساي ماهيش ندول تبارك يا الجماعة الغاو ساي حتى الشعب نتش ذا تشكم ذا تشم ذا أمور ثانية نخنخ كل يوم بالتالي لازم في اللاس نحافظ في اللاس لازم نحافظ وثي سامحي أستاذ ثي انتثم التاع يعني تغوسة قلن ساعة غرس تاكو بنيث نلجيش أغنو يعني تغوسة قلن ساعة غرس تاكو بنيث نلجيش أغنخ من ثلان تثم زواروت وتسبق باش أتنادى غل تفرانين نتسلويت باش يعني باش تري تسري ثامور ثنخ سي تمسلتي قلن تدرديس وتج ثامور يعني تبد قماس نتمورا ثي ممك نزراد قوال ننغلف النايب ننغلف ندفع غناو سلوين الأركان القايد أحمد صالح الفريق أحمد قايد صالح من يناد باللي لازم أنه يرغل تفرانين ولازم أنه نثلي يعني في الدور تفرانين ذا الحوار وتيت غوصة أقل لازم زيس وما تبت نزر ذي ثلاثي نس قوال نسقلاني نتيلة وبخصوص الانتخابات الرئاسية فأنني أود أن نؤكد مرة أخرى بأن الوضع لا يحتمل مزيد من التأخير بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات في الأجيال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة وهي آجل معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا مليحا الكفيل بإرصاد دولة الحق والقانون ويعني تيت غوسا قلا نظريت يعني نظريت تيت كوبانيثنا العسكر ماني يندد وناند في اللاس ولا غان في اللاس لازم نروح للانتخابات ونزرات دور النص يعني ممكن لا ذي ممكن ترافق كل الامور ويعني تجيري قران نخ تجيري قران نسير نتمثل تيهما مس نبيل متخنتينيت في الدور نت كوباني تيهما ممكن يعني ثناداد وثناد وثلاغه غل دور انتو جرت الانتخابات
قلت ما سمع باش انه قال الانتخابات لازم نروح معاه المانيا نراجع المانيا نراجع ونتشنين نروح نقلق اليوم بعدا ولا ورنا دوا انت الحل مهما دوا انت الحل نتشنين ايش خليني الاستاذ في الازمين الثقه الازمين الثقه تسيد ثور قثايه صغاو سوينايا تعديل قانون الانتخابات ونقل الهيئه المستقله قال لنا تراقب وتشرف في الانتخابات ماذا قال لنا نحقق ونقع الهيئة المستقلة يوم وقت الانتخابات ونبدل القانون مكشا يخص الشعب إذن الحل من لازم نروح نخير الجاز قال لنا ديوي تمر طيب إن شاء الله للصلاح ذو الخير إذن ما نزرب الموقف الانتخابات خاطر الوقت يعدى لاباس اللي الوقت يعدى لاباس ونشنين نسال نتشاور اذا بالك يا سيدي الوقت قال لنا نحقق ديس المطالبايا نقل تعديل القانون ماكش تسترسن الغازن القانون انق الهيئه المستقله للانتخابات ماكش اللي شرح الاستاذ نتا ذي متخصص اذا الدورايا الا الدور دي مرافق العمليه إمراي الدور من يذيب بس حسقسي ممكن أن نجم أن نروح التفرانين يعني ذي الوقت هاي ممكن نجم أن نرتب كل أمور باش أن نوض غرصنت مكش أن نرتب الأمور إمراي تسي ثور قثاية ثور قثاية لازم أتنطبق وتقيمش أمام بعد تقيمش أمام ثور قيت أتنطبق لازم ذي لازم ذي الوعي الشاب ذي الوعي باللي هاتين حل أتنظر وتنطل لازم تنطبق ودي تقيم مش همين بك تثلاث بك الوقت هذي روح وتغل نخش الخبر من تذيلين قادر ذيلي مثلا تغوصة أخطر من منشنين دي سيميرا وش يعني كذا سلمادي الزدويث ممكن تنجمد يعني الطلبة نقارن هني كبانيث يعني ذي الفئة قلن ذي الواعية ذي المجتمع مكش نجمنا تساهم وذو غير ذي المسعى الحوار يعني ذي النقاش وذو الروح نغلت فرانين ذي الوقت الفئة هي قلن شنين يسن ذي الميدان هنين خسن المطلبة هي باش نقل الحل سياسي الأزمة هنين لازم توعان باللي هثاين الحل تعديل القانون الانتخابات إنشاء الهيئة مستقلة يعني نقع الأرضية تحلى الحل هيا أمكثل الحل الأرضية يا الانتخابات لازم ذي اللي غرسن الوعي باللي لازم نقير الحل يحلان والحل قلان دي الصلاح نقير الانتخابات هيا ان شاء الله دي ثمر استاذ اذا ديغ الاستاذ ربح الباش يعني مش غنتينيت ومش تثمن تدور ان تكوبانيت ان العسكر ما يعني ثنتث لاسي المبادرين مزويره ممكن تقد الحلايه هما وممكن يعني تسعى باش التوير دي الزرب دي تغوسي يعني الجيش الوطني الشعبي المؤسسه العسكريه ذي ريزن ذي فحلول ذي ريزن ذي مقيس ذي ريزن قلانا قارن وتلاقيش مثل الناس ما يكذب الحراك وبدلين الحراك وبدلين الشعب والنام تشني بان رافق الشعب ورافق الشعب غوصة لقيس الشعب كل الشعب الجزائري كل على باله باللي ولا غوصة وتقايسها ما غوصة غنو ثيني غن الحمد لله يا ربي الشعب الجزائري لا باس في اللاس وهي كل ما زي خطاش لان ريازا الحلان ذي المؤسسة العسكري لازم المؤسسة العسكرية أفلس ندافع وفلس ومبدي نيدس ما هيش انت أقول نفرق في اللاس بالعكس المؤسسة العسكرية لنا لازم نروح الانتخابات خطاش بالعكس انت تقول لنا الساعة على بالها قلنا ذي بزاف ذي غوصة خطاش على بالها باللي مثلا غرق الاقتصاد مشكلة اقتصاد غرق نقاشني غرق اللي بياسي المشاكل السياسيه ذا كذا اسم لازم نحفظ مور النخ لازم الشعب ذا الجيش خاوه لازم نغير الجيش النخ ونروح على الانتخابات وانت الحل اللي يسهل الحل اللي يسهل نحافظ في الجيش النخ الجيش النخ ذا الدوله النخ ذا المؤسسات النخ انت ذيك قاشني ذا قاشني السعرب البؤب العين وين وياك قاشني الطيون العفلاس نحافظ خفلاس بزاف يعني الجيش لازم فلاس نحافظ ولا نصون وانا وفلاس ندافع يا سيدي هذا ماني سوا خذ لجنه الحوار وسوت الحوار وخرجنا القوانين واطلق التعديلات بارو قد سري لجنه الحوار لجنه ذي السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات وهنش الحمد لله لقمه نحدد الساعات الصفر نبدا الانتخابات
الانتخابات، لو قسم الحق الساعة الحقيقة، روح للصندوق، لو كل واحد دبر روسك وقال له ما يترشح يتفضل، وقال له صيغة الشعب مبروك في اللاس، بصح جماعة ثلاثة قال له ننسى مرحلة انتقالية وقدم طار وسخر طار وما يخسرش. ونقدر نجنب اللي الانتخابات ماشي ماشي تغوصة تنقروث، يعني أيوة. الانتخابات أنت البداية الروح انتخابات ماهيش انت تقول لنا خلاص كانوا قاشين انت كلش انتخابات جسمي قاشين المرحله من زواروث قال لنا بنري في السلباب نتمسلتي بل قديم بل نخطقت على الورشات نخدم بل مثلا ببدل الدستور مثلا بنصلح الاقتصاد بنصلح قاشين المدارس بنصلح المستشفيات غير كذا اسم الجوانب الاجتماعيه الجوانب الاقتصاديه الجوانب الثقافيه تقطع انت قوسي بنصلح اسم غير نسوى الرئيس القديم اللي غنخار الرئيس قاشين ارياز مسؤول انت الدار وقلت شني غنخو ولاش نخم من قال لها حكمه مسؤول انت الدار لازم نسوا قال لها نسوا صندوق ولاش شوف هاي 38 نتشني نرو قال لها تهز بلاش صندوق لازم ادياس وتسوا صندوق بس وقال لي ديسا يقرشني ديسا يحكم في الناخ شني نروى صغير نبغى وتسوا صندوق غير ديس القديسوا صندوق غادي غير الشرعيه بيص لازم بيعدل الدستور الحمد لله بيخسوا الاقتصاد القديم بيسوا الحل الاقتصاد بيسوا مثلا البطاله بيسوا تاع وانت اقتصاد نتخوسوين القديم ديس الرئيس قال لي احنا ماهيش جبذ انت نسوا مورثي المشكل بالعكس لازم نروح الانتخابات الرئاسيه ولازم ان نويري المؤسسه العسكريه اذا الجيش للشعب ذوما وما ذوما باش نروح للصندوق ودنسوا الرئيس ان شاء الله. وينيد استاذ يعني هام الدور الغروز المرضي هما شكتي زداوي ذي ملغيغ يعني مشات تقل تصورون غير الانتخابات مكشه بس نين يعني لازم لابد انه الانتخابات نهنتي ذي الفاصل باش اخي سرينت متى نبغى وبنو يير غل بريدك لان بدي بنان تامور تنغ وديرني يدي السعلة ذي الشاننس جارنت مورا ما زي خطش لانه غير رغل الانتخابات الصندوق غوصة تسهل طوليا وليش ليش الصعوبات وغوصة تبان اسمه قاشني واضحة اسمه واضحة قاشنا عراض واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار اسمه وش غوصة المناقشة غير وإذا ما ترشحن بيقدم الملفات هذا تشغلها قبل الملفات ذين باسوا الحمله الانتخابيه شي غير خمسه غن سته غن سبعه وذا كذا بتخير ثويت الزيسني عجبك البرنامج نس كذا بتروح للصندوق تنتخبث قلق العمليه السلطون العمليه السلطون يسمى غير الطريقه الانتخابات الطريقه للصندوق تسهله تبان واش ليس المناقشه ماشي من الطريقه قال لنا الطريقه بلا يا صندوق قال لنا يتلاقى الصندوق من قدمك بزاوا وتيقار تا زكواث وتيقار تا ملال وتيقار تا بركان وتيقار وبغي خول هذا اللون قدمك بتنصفها بالعكس اذا الروغ ابريد الانتخابات ابريد الانتخابات يسهل من الرايه يسهل يتبان والحمد لله لو كنت شني ان شاء الله نشني باذن الله والسنه الجايه انظر واذا ترشيحا والقديم واذا تروح عند البرامج واذا تثري في التنميه اصلاح المستشفيات اصلاح المنظومه التربويه نقارسني التعديل الدستوري قلق الورشات الحقيقيه ماش وقت الزكوغ توراغ القديم تخدم شامور بس غير نروح باللي بنسوى البرامج القديم تنافس في البرامج وكل كذا الشعب القديم بيمشي بيخير رجازه قال لنا ذم قيسه قال لنا غرس البرنامج حلا يقول الصندوق ينتخبوا وانت غاوني يعني غوسه الانتخابات غوسه تسهل ماهيش غوسه قال لنا ثنط بزاف بريدين غير كي بريد تبان هذه الزاذي شوقي تروح ويا انت غتصل هات ماني ما تتصل بصح بريد قال لنا يطنطها ما يتفق غزران يتاث سيما يهقوق سيما يطلع سيما ماني بالك اشكو تصف في الكاف بالك اشكي صف في الغار اذا انت او يا بريده قال لنا يسهل وبريده قال يسهل انت الانتخابات وماكش يعني بد نوع الثقة نقدود ذي الانتخابات يعني مش بد نوع الثقة باش هذه روح سلقدر باش هذه باش هذه يدير غلط فرانين بادرنت النزاهه بادرنت يعني بانت لكن وما ليني ينا لازم غاسه مزوره لازم نطبق ثمتين لجنه الحواري الوثيقه قال لها نسوا التقرير اذا قال لها السريد لازم نطبق يعني لوق مثلا لوق الحمد لله القوانين ان شاء الله هذا دارين في اقرب وقت ان شاء الله ممكن اسمت الجايه دارين القوانين ها اش توقيع قاشني ممكن اسمت الجايه دري اسمنتين يدري ان شاء الله واللجنه ان شاء الله هذين ذنو تنصب ما تطولش ثي غوسه مزوره ان شاء الله بالك الحكومه خطاش اللجنه طالب بالحكومه او بد نور الدين بدوي راس الاول سلوين الحكومه يروح ثاني ان شاء الله غير استجبن سلم مطلب هاي و و و بذن القدين تسترجع الثقه اذا وخاصه ماذا ملقى الحمد لله غير مكافحه العصابه رؤوس العصابه نكون الحبس يا قال لنا كرن يا قال لنا كرن الشعب الحمد لله هذه الحبس والحمد لله العداله لو حررنيت العداله
والله نشني لوق كل يوم نسال باللي فلان لا غناز فلان ذي الحبس فلان ذي سعدان غالعدال إذا يغوسات قعاد الطمأنينة. إذا الحمد لله إذا ذوق العدالة لوق دم العدالة الشعب لوق الشعب ما تيبغى يقار السغميد المؤسسة ينتش مثلا العدالة هذا العدالة بغيت الفساد تكافح الفساد لكن السغ العدالة تكافح الفساد الحمد لله هاتي العدالة وقول لضل الشعب بغيت الحكومة إن شاء الله الحكومة تولى الشعب في قصاني الساعات الجايين إذا غير دولي غوسوني القوانين قال الحلال الانتخابات دون الشعب إذا الشعب ينلوق السغميد غوسوني سما غلين اللي بكري الطالب خص غوسوني ولا شغري لوق غري غوسوني غير الدغات ولا تغوسوين هاد ولا الثقف غري الحمد لله ان شاء الله باذن الله هاد ولا انت الغوسوين قالوا في خلاصه القوانين الحكومه العداله ولا دغ الشعب القدينات ولا صغر الثقه ويروح غل الصندوق خير ما قال لها بغام لوق خير ما قال لها بغام وعوس مليح ما صندوق واقل ما صندوق ان شاء الله يتليش التزوير باذن الله يتليش التزوير عوس مليح غرغلوق غرم التليفونات غرم كم كذا ان شاء الله الانتخابات هذه احلان وانت ذا بريده قال لها بموصف الناس اي ثما اي ثماثين ثانمرتنك استاذ انا داغ نبيل ممكن يعني تنجمد توجه يعني تغوص قلن بتوع ثق ثقل الصندوق نفس سقسي قلن اكمل قال راينا الاستاذ ثق الشاب باش صناع الثق يخص سنتغوسوين اسنسل ونفهم في اللاس اتسل دي الشعب متى يخص وتفهمت في اللاس اتولد الثق هي اهم شيء ميرا اتسلت في اللاس متى يخص ادون اتسجل متى يخص أتفهمت في اللاس متى يخص أطبق متى يخص أتولد الثقة أستاذ بما أنك شك تخصص دي الإعلام والاتصال يعني نطرع على بس يعني الغروز المغالطات قلن صرانت دي وسائل التواصل الاجتماعي يعني دي مختلف الوسائل سواء نطرع دي تويتر سواء دي الفيسبوك اللي أنت مغالطات يعني توجهنيه أنت الغروز متى تني شكا تصحيح لهذا التغوصي من الأمور هي قلنا تصارنت ذي المواقع التواصل الاجتماعي تصارنت كل شيء يخص الهدف الناس كل شيء يخص الهدف الناس بالك وذي يخص الخير يتموك ثابة بالك وذي يخص الخير الشعباية بالك غرس المصالح خاصة ميرا باش ماذا قلنا يخص الخير يتموك ثابة الشعباية لازم الأقلام هي قلنا كتبنها ما بك تقندي الفتنايا كذا ويوضي يخص الخير البلاد ونفذي شوان الصراعات ماذا ثاني غنى ثاني إشكال الصراعات الصراعات الثنائية ويضع عرب ويضع مزيغ ويكذا ويكذا ويضع مدني ويضع عسكري ما هنشني المرة ندفق الصراعات هيا الصراعات هيا أهن جامة دقارة بنروح غل الأهم الأهم متيلا أهم من تتمر ثايا تمر ثايا ماشي فلان نغنو فلان نغنو عرب نغنو مزيغ يعني تمر ثنغ كل تمر لازم نخدم ثايا تمر ثنغ كل هذا ينحل يسيد تخصم من نخصن نقل قانون انتخابات جديد هذا ديس قانون انتخابات جديد نخص الهيئة التي مستقلة وتشرف الانتخابات أتاس الهيئة مستقلة وتشرف الانتخابات ما هنغلطو دان وما على باليش هنشمتي إلا الهدف نسن يعني سامحني يعني لا يطنيني نسن سيئة ربما لا يطنيني نسن حسنة شو متى وغلطنيه بصح لا يطنيني نسن سيئة وبغي نشا مورث الخير الخير مورث نشني بصح لاني ريازنا قلنا ببدن في مورث ريازنا ذي الخالات اقشيش انتي قشيشين مغار انتي مغارين كل جزائريين ذي كل من غات تروح تلاقي الجزائر كل ريازنا ذي في حلول وبالتالي نشن متى بونيني خاي ثمي ثمثين ولاش غير الحل غير روح للصندوق الصندوق انت قلبه خدي خاطرش تبانيت انت واحد متى وقرخ قرخ الحل والصندوق يسهل من رايا ولاش لسنا مجبد سياسي نقتصغ الصندوق يريد الرئيس يعني متى نهنت الاصلاحات قلان الرهانات قلان وسنتي الفوس الروايه قلان بدياس يعني إيه خمسة قلنا أيوة لو قلت يس الرئيس ما قلت يس مش بديس يقيم بهذا الدرس وسوى كذا ويسوى بن عميس لا خطش لا خدم ثين العصابة لا قلق الرئيس ديس يسوى الخدمة قلنا العكس قلت تقيت العصابة يسمى يسوى الرجال الأكفاء ذي قم ممكن نسن غير يسوى الحكومة يسوى الح لا 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 قارتني وزير الأول اللي قارت الوزير ذا مقيس والوزراء كل يعني حلان يعني يعني المخلصين في الدولة هاي المخلصين يعني وليك قاسني نزهاء الكفاءة قلنا حلانا قلنا حتى تاكرنا قلنا نضيفن قلنا المسار سنحل وقلنا باخذ من الشعب مش باخذ من الجيوب انسان بغانا هني شيء للشعب الجزائري متى يبغى ديسا مسؤولة يخدم الشعب ويصير الشعب مش بيخدم الروح نسد الجماعة الناس وانت وغوصة ثانية لازم يسوى إصلاح الدستور لازم الدستور خاطش الدستور يسوى في العصابة يسوى خذ المشاكل اللي استقدر لازم نروح نسوى المؤسسات الدولة شنو مت أهم شيء متى خصنا وخصنا خلينا نبني مؤسسات الدولة بكلمة تانية على خطر الدولة متى مبنية على دولة المؤسسات هي دولة يعني المؤسسات دولة الكوبانيين متى يتغوصا قلنا نقدر في لازم تقول قلنا بديس بكل العصابة متى سوى حتى سوى بدولة المؤسسات سوى يقاسني سوى تنظيم السلطة أو يقاسني
قارشني تقويه السلطه النسي سما قارشني العصابه تقوى السلطه النسي بس حتى خمن دي سلطات الدوله مؤسسه الدوله لازم انا بناء المؤسسات الدوله مؤسسه الدوله قال تميز الشفافيه ذا الكفاءه ذا الفعاليه ذا النشاط ذا مراقبه الشعب تسمع للشعب وتلبى المطالب اذا لازم نروح نسوى تعديل الدستور وزي الثاني غوصه نفتح الورشات الجانب الاقتصادي لو كنت نشري الحقيقه شنو هي ازمه اقتصاديه لازم نزرب انا نزرب الغوصه الاقتصاد لازم نخدم البطاله نفك البطاله لازم ثاني غنم الجوانب الاجتماعيه غير نخدم مثلا القضيه الصحه شنو الصحه تمريض الصحيه الصحه ادير لكم يا خويا نقارن كل التمريض لازم ننزل القرش هذه تسبب لا السبيطات ناجحين ولكن لازم ندخل نعالج المسائل خاطرش نداغ ناخر كل ما غنصور وطار الجماعه قال لي نقارن قال لي لازم تكجل الانتخابات الرئاسيه كل ما غنصور وطار كل ما عرنت المشاكل كل ما غاد بالعكس لازم نزرب نسوي انتخابات رئاسيه لانه بعد الانتخابات الرئاسيه غنقطعت من الورشات من الدستور من الاقتصاد من المجتمع نتغاوسوا هنا باش نروح نخدم وان شاء الله نريزيس ان شاء الله ننجح ان شاء الله ان شاء الله انا عندي غير المسنبيل إنيد يعني ثبرات قلن بتوجه أساسي المنبريها مثل البلاطو النخ باش تنيت تصرف ديس الأمل لكل وقلن الغرز كل قدود يعني كل ويطة جزائري تشابه شديبنا ثمور ذي فما أكثر إن شاء الله أتوقع كل خير إن شاء الله أنا قال لازم كل ليشت سيق مكنس الأستاذ الضبيب المحامي كل شيء سوق مكان الناس لازم هذا يخدم لازم نبدل ثاني الذهنيات نشين غير نغ بالك المشكل الذهنيات انت أكبر مشكل ما غير المؤسسات غير نغ المؤسسات غير نغ السبيطار غير نغ الجامعة غير نغ المدارس بس حلو كان يا سبيطار المدارس لو كانوا تخدمش ديس الكفاءة وتخدمش ديس وتبدلش غير نغ الذهنية الخدمة نصلاح ونقواله ما هن بين المؤسسات مؤسسات غير نغ المؤسسات إلا لازم ذهنيا الخدمة تبدل نشن مكشين الأستاذ سبيطار إلا ونقدر أن الإمكانية نصغ بس حد ذهنيا الإنسان وينتا لازم نستثمر ذي الإنسان وينتا أحسن استثمار ماذا قلنا نخصنا نروح ونوضي على يعني الهدف الاساسي الاستثمار نستثمر غير نبني للعب ذنب نستثمر غير للعب ذنب وينتا اهم شيء بالنسبه لي بالنسبه لنا اهم شيء نستثمر غير للعب نغير الذهنيات غير الاحسن ان شاء الله الطبيب يخدم الخدمه الناس والاستاذ والمعلم والصحفي الاعلامي وبربي ان شاء الله نروح للخير ان شاء الله ان شاء الله مس رابح غنتيني ثبرات من الامل غنتبرات تقلن تعبر يعني تغوسه قلن تكس تنقلي الجانب قلن من الياس من الشباب ذنثا كانت وجهه اساسي البلاتو غوسه قلن بنتيني دونيتي دائما ديس الامل واش ديس الياس ما قلبت يأسف أتيأسث سي 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 التخلف وتولي تسوي الشجاعة غيرك الحق تيأسث بس حتى يأسث إيجابيا مش تيأسث سلبيا لو قنشني أنش لو قنشني لو قام هذا الشباب أم زين شان كمام كم ميكم وقريخ وزريخ وكذا دائما قارخ باللي كل غوسة غرس الحل كل غوسة مهما ما تغادري إلا غرس الحل والحل إلا يسهل طول تعقد جروح إنك بسط المسألة تجي تشال المسألة طب صعيب ما كنا عشرين وإنا لازم للذهنية وأنت تصح اسم لازم الأقل قولك هي اللي يرزم تقن شافوا قول قولك قال مثلا شغريش تمو بريدة بيرخنا تدخلها لا قال أخوي إنش ذاق الخبرين كل وذاق الخبرين قال له بيري في الله وإذا ديو الخير مورثين وديو الخير ثين والخير ونشو وديو الخير وديو الخير إذن إلا الخير ما قال له بغم الخير إلا ذي مورث لا نيريازا لا الخلات كل شيء لا اذا شنو ما تبنيني سواء من الثقة ذي 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 روح النون ماش بتسوي سواء من الثقة ذي روح النون خلق من ذي روح النون الثقة النون يعني إذا يهما نجم أستاذ أنني يعني المصلحة تمورث النخ فوق كل اعتبار أيوة يعني إذا يهما لازم أنني باللي باش ندعم كل سواء تكوبانيثن الجيش سواء كل فسن أقلن تزال باش تخدم المصلحة العمل الوطن تنتذ أقلن تنتذ أقلن بتوصل خلال الجماعة تزاير انتذ كلش كلش غلد الحق ممكن هذا انت غلد الحق الجزائر خلاص الجزائر يعني قاشي ما يقارو الدين الحيطة الزقواغ ممنوع عن قاس اسنق الجزائر ذي المؤسسات الجيش غوسيني لازم نحافظ في اللاسنت لانه ولاش غير خنت مورثيات
وذا كل عندها تظرف المشاكل الدولية السياسية كما يهزرين متقال متى إلا هذه المشاكل نشني الحمد لله غرنخ الأمن الحمد لله الحمد لله غرنخ الأمن من يبقى إيه إزمان حافظ أن صفص الأمن إنه سي سي لفندو فيفري سي 22 فيفري حتى غلو يعني تغوسي قلان تحلع وقلان وثلين فلاسم كل وسائل الإعلام والاتصال ويعني سواء داخل سواء برا يعني الناند كل في الجانب الامن قلان تدريت تزاير وتدريت قمس متمورة تغوص قلان انه تقدر نظام نوتتي يعني تغوص قلان تغوص الحلا يعني الحمد لله ثاي الحمد لله هاي تكتير غيتك الامل يعني مادام غندخل مؤسسات تعوسن الشعب والناند الشعب ويتقاس ويطلع يتقاس ما كاين ما كاين قايد كان ان اقدر نظام نوتوج في غوصة مقران ديال الجماعة يعني فاذا تغوص قلان نزريت سامحي استاذ انني بلي يعني نزرع كل الامور وكانت نورما نزرع باللي ولا نقدش نديرو مو ادي ظروف حلانت نزرع واللي هنا يقدش نتزوي ولاد ولاد يتسجلين كذا نزريهن ولا ندير الامور حلان يعني تيتغوسا اقلن ننع باللي المصلحه تقتضي انه ان نحافظ كل وانه تلاي كل وانه يركل اللي مجال المصلحه نتمور تنغ ومجال تزاير انت تدولك انت تقل لازم نويرش نصف ونروحش للهدف ونسرق الجزائر وتولات الجزائر تنورت الدنيا والجزائر إن شاء الله تنورت الدنيا إن شاء الله ثاني تث أستاذ نبيل غمنيني فوز كفوز باش نبنى ثامور أنت بتنيش إن شاء الله قلت ما سمح نقايس لازم هذه لينت شي ندير البشر نقايس لازم هذه لينت بصح ماكش عين وما مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار لازم كلش ماكش ني غير ليني كلش تديك الخدمة الناس ماكش يلزم الحال نقفوس كفوس إن شاء الله ونخير ماكش نقفو مزبور طول أن أنسي زاقة راي قلان ديس الخير يثمو كثيرا أنو غير ديس مدام راي يزاق أنو غير ديس أنسي زاق إن شاء الله راي قلان ديس الخير يثمو كثيرا أنك فوس كفوس أن نخدم نخدم ثم كل إشتاد دي خدم نخدم ثم نصبع دي خدم نخدم ثم نص وتي خدم مليح هذه هذه اللي المخلص ديال الخدمه النص وربي ان شاء الله تعالى ثم وقت ايضا ديال الشان النص ان شاء الله جا البلدان ان شاء الله هاتيلي تزاير ديما تنور جرت مورا ان شاء الله تيلي كل التمثال تاع جراند تاع دفلس تاع دفلس تاير سهل ان شاء الله نوض غلط غوسه جراند بتبنى ثمور وتسرس ذي جر تسليس جر ثمورا اولا قرو استاذ انت غنتيني دابا نقرون ان شاء الله دائما تزاير تنور وش جيش الشعب خاوة خاوة إن شاء الله يا ربي يا إثمي إثمثين أو نيني خاوة البرك لازم نروح ننتخب وننتخب رياز أقل لي يصلح أي سرية الجزائر تنور ذي قواماس ندول فالمير تنك أستاذ ما سمح إن شاء الله نقرق الخير للصلاح إثمو كثيرا إن شاء الله نملقى المرتي يشتوتي لي إن شاء الله ذي الثامور إن شاء الله ذي الخير ذي الأمان ذي الصلاح ثاني مرتم قرنت في الأرض تايا هما ونينية قلنت العامي الدين غنش هذه قيم الأمل دايما وتقيم المصلحة في نتزير في كل تغوصة تزير دايما ثبت وتنور تقوم نثمرة